في الحقيقة 4 نيسان هو يوم الذي صادف ميلاد القائد الأممي، قائد المرأة، رفيق المرأة ومحررها القائد عبد الله أوجلان. بالحقيقة هو ميلاد للحياة، للإنسانية. هذا اليوم هو يوم الحرية. نعتبر نحن كنساء أن هذا اليوم يعني لنا كثيرا، فهو انطلاقة أو الخطوة الأولى نحو تحرير المرأة، نحو وصول المرأة إلى جوهرها الحقيقي وإلى أن تعود وتأخذ حقوقها كما يجب أن يكون. الحقيقة مهما عملنا لا نستطيع أن نوفي القائد حقه، لكن نعاهده أن نناضل وأن نستمر بالكفاح من أجل تحرير كل مرأة والمشي والمسير على نهجه وفكر الذي رسمه لنا من أجل الوصول إلى مجتمع ديمقراطي أخلاقي، وأن تكون المرأة حرة بمعنى بكل ما تعني هذه الكلمة، وأن نستمر ونناضل من أجل أن ينال حريته الجسدية وأن رفع العزلة عليه. نبارك بداية للقائد عبد الله أوجلان ونهديه هذا اليوم، وأيضا للشعوب شمال شرق سوريا ولجميع الشعوب الحرة وبالذات المرأة التي رسم لها نهجها نحو طريق الحرية والطريق الصحيح. المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان طبعا مستمرة لحد يومنا هذا. 25 سنة من السجن، من الظلم، من الاضطهاد. قانون الدولية إذا صار عمر الإنسان 70 سنة ما لازم يضل بالسجن، وقائدنا القائد عبد الله أوجلان صار له 25 سنة بالسجن. هم بدهم يقتلوا القائد عبد الله أوجلان، يقتلوا إرادته، يقتلوا فكره وفلسفته مشان لا يطلع فكره لبرا، ويعني بيساعدهم على انه يصيروا الشعوب كلها محرره. طبعا 80 دوله تامرت على القائد عبد الله اوجلان. طبعا هالشيء هذا نقدر نقوله هذا مو انه بيخافوا من فكره، بيخافوا من ارادته. نحن هالشيء هذا نرفضه، نحن ضمن الاداره الذاتيه وضمن روج افا نحن ما نقبل، راح نضل بالشوارع وراح نضل نطلع مظاهرات وراح نضل نطلع اجتماعات ودورات تدريبيه توعيه المراه، خاصه انه القائدنا يوم الايام راح يطلع ويعيش بيناتنا. لا حياة بدون القائد، لا حياة بدون القائد، لا حياة بدون القائد، لا حياة بدون القائد. ذكرى ميلاد القائد عبد الله أوجلان 4 نيسان، يوم الحرية، يوم الانبعاث الحياة. هذه خاصة هذه الحديقة هي حديقة باسم القائد عبد الله أوجلان، حديقة مميزة بمدينة منبج على ضفاف نهر الفرات، واليوم نزرع الأشجار. رمز الحياة الجديدة. القائد كان يحب الطبيعة، يحب البيئة، يحب البيئة النظيفة والنظافة، لهذا نزرع الأشجار لهذا اليوم، يوم ميلاد القائد، تعبيرا عن محبته للطبيعة والبيئة. اليوم شفنا الإقبال كثير على الاحتفالية والناس فرحانين كثير بهذا الميلاد القائد. يوم فرحة كبيرة، يوم ميلاد جديد. نتمنى السنة القادمة أيضا يكون يوم حرية للقائد عبد الله أوجلان، للعزلة المفروض عليه يكون يوم الحرية للقائد عبد الله أوجلان وللشعوب المضطهدة وللشعوب المظلومة بشكل عام.